أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. اليوم يوم عرفة، الحمد لله الأمور الآن جيدة جدا، نجاح يعني منقطع النظير على كافة المستويات. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن أبرز الأرقام وأبرز المواقف اللي صارت اليوم. راح نتكلم على المستوى الإنساني وعلى المستوى الخدماتي، وفي نفس الوقت لن نغفل الحديث عن بقية الشعائر والمناسك اللي هي غدا وبعد غد تستمر، إلى من تعجل ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد، ومن تأخر رابع أيام العيد. مدري الآن جاهز معنا عبد الله؟ طيب، عموما راح نتكلم أيضا عن الخطة المرورية وعن آخر الإحصائيات الطبية. الحمد لله لا يوجد أي كوارث حتى على مستوى الحرائق أو إلى آخره، على مستوى النشل وما أدراك من النشل إلى الآن ما في عندنا أرقام واضحة، لكن الأمور مطمئنة جدا. طبعا الآن احنا في ننقل عن التلفزيون السعودي مزدلفة الآن، الناس في حديث انه مبيت في مزدلفة، والبعض يقول المكوث لساعات قليلة ورمي وجمع الجمرات ثم التوجه إلى منى. التصعيد كان جيد من عرفة إلى مزدلفة، تقريبا الآن عرفة شبه خالية، كل الناس في مزدلفة، يمكن بعد ساعتين الآن يتوجه الناس إلى منى، في ناس أوريدي توجهوا إلى هناك. راح يكون معنا اليوم أكثر من اتصال وأكثر من تعليق، سواء هاتفي أو متلفز. عدد الحجاج قارب 3 ملايين حاج. مخالفين في مخالفين في أداء جيد الجوازات، ولكن يجب أنه يكون في أيضا دراسة أدق بعد موسم الحج، لأنه في تسرب وحال العاطفة تلعب دور في ذلك، في تقدير المنع وإلى آخره، حيث أنه ربما بعض الجهات تتعاطف مع حاج أو اثنين أو ثلاثة ويقولون يعني أنه هذا حلم حياة لابد أن تحقق، مختلفنا، ولكن في نفس الوقت أمن الحاج أهم من أي شيء آخر، لذلك يجب أن نطبق الأنظمة بشكل صارم وكبير. كان في كلمات الحقيقة اليوم مهمة للأمير خالد الفيصل اليوم وأمس، وأيضا قبل ذلك في كلمات لوزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز. كل هذه الكلمات بينها قاسم مشترك واحد، وهو أن خدمة الحجيج شرف لا يضيعه الشرف، وأيضا أن الحج لم يسير كما رسم له من خطة، وأيضا هناك شفافية في المعلومات، كل الجهات ماشية في هذا الاتجاه. أيضا فيما يتعلق بالنواحي البيئية، مر اليوم الحقيقة بسلام، ما كان فيه أي لا عواصف ولا أمطار، الأمطار كل الناس تحبها، ولكن نقصد انعكاساتها لو كانت زيادة في ظل تكدس الناس. نحن نتكلم عن قرابة 3 مليون في مكان واحد في لحظة واحدة. خلونا نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. معنا من مكة مراسلنا هناك عبد الله يحيى. عبد الله مساء الخير، ما هي آخر التطورات؟ أين تقف الآن؟ أهلا أستاذ علي، أهلا أستاذ المشاهدين جميعا. أنا الآن عند مستشفى قوى الأمن بعرفات، واقف على حدود عرفات مع مزدلفة. نحن الآن نرى تفويج الحجاج أو تفويج الحجيج بشكل سلس و انسيابية كاملة.
قوات الأمن تعمل بمجهود رهيب، وزارة الصحة، العاملين، جميع الاستنفارات الحكومية تراها بأقوى جاهزيتها، بكل عطاءاتها وبكل بكل القوة والأعمال اللي يقوموا فيها. نعم، هل هناك أي حدث يعني يستحق التوقف عنده؟ كيف كان؟ هل هناك حوادث مرورية؟ هل هناك إصابات طبية؟ وفيات بسبب أمراض أو أسباب أخرى؟ إلى الآن أستاذ علي لم أواجه أي حالة من هذه الحالات، ولكن عند المدخل من طريق العوالي خارج حدود عرفة المتجه إلى مزدلفة، تكدس للباصات بشكل رهيب جدا لدخولهم إلى مشعر مزدلفة لكي يقوموا بجمع الحصى وصلاة الجمع والقصر للمغرب والعشاء. نعم، طيب الآن تتوقع أنه غالبية الحجاج راح يبيتون في مزدلفة أم أنه في ناس راح يتحركون إلى منى بعد جمع الجمرات؟ هذه أستاذ علي هي على حسب التوقعات أو حسب الفتاوى الشرعية للحجيج، خصوصا الحجاج أو العوائل التي تذهب إلى الحج معهم كبار السن والأطفال، هم من يبيتوا إلى منتصف الليل، بعد كده يجمعوا جمراتهم ويتوجهوا إلى رمي جمرة العقبة. نعم، لاحظت أنه فعلا في تطبيق العقوبات ضد أصحاب الحملات المخالفة؟ تطبيق العقوبات إلى الآن نحن لم نلاحظ أي تطبيق عقوبات، خصوصا في ظل أنه حملات الحج أو حملات حجاج الداخل أستاذ علي عندهم مشكلة ويواجهوا مشكلة كبيرة جدا، هو تسليم مواقعهم في أوقات متأخرة، هي ما تجعلهم أنهم هم يقوموا بمخالفات، وهذه الأوقات القصيرة جدا اللي يسلموا فيها المواقع هي اللي تسبب لهم بالمشاكل هذه، وجميع أصحاب الحملات وحملات حجاج الداخل هم يطالبوا من وزارة الحج ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعطائهم المساحة الكاملة لاستلام المواقع، خصوصا أنه المواقع يستلموها في فترة ما قبل الحج بخمسة إلى عشرة أيام، وهذه فترة قصيرة جدا هي التي تدفعهم لغلاء الأسعار في حملاتهم ودفع مبالغ أعلى للعمالة الموجودة لديهم. نعم، طيب أخوي عبد الله احنا راح نتواصل معك في ثنايا الحلقة يعني نشوف أي جديد، وأيضا راح نتابع احنا تنقل الحجاج من مشعر إلى مشعر. شكرا لك عبد الله، راح نروح أيضا فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، يسون نرحب في استديوهاتنا هنا بالأستاذ جاسم العثمان، أهلا وسهلا بك، الإعلام السعودي معروف. كل عام وأنت بخير. راح نتحدث عن أشياء كثيرة في الحج على مستويات كثيرة، ولكن خلني أرحب معي على الهاتف بالكابتن عبد الرحمن الخضير وهو مدير عمليات الإسعاف الجوي في هيئة الهلال الأحمر السعودي. كابتن عبد الرحمن مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا والعافية، حياك والله من عرفات، ونحمد الله ونشكره على هذا اليوم اللي يسر الله للحجاج بيت الله قضاء. نعم كابتن عبد الرحمن، ودي تعطينا أبرز الأرقام اليوم، هل كان تحرك الإسعاف الجوي، كان في هناك حالات أم أنه الأمور برة السلام؟ الحمد لله بإذن الله جميع الأمور كان مرت بسلام، من ساعة الصباح الأولى تحركت الطائرة مركزت في مستشفى عرفات العام، والطائرة الأخرى في مركز عمليات الهلال الأحمر في عرفات، هذه الطائرتين كانت مخصصة لنقل أي حالات سواء طبية أو إصابات بليغة إلى المستشفيات المتخصصة. تقريبا عند الظهيرة كان فيه حالتين، حالة في مدخل مكة المكرمة من اتجاه طريق الساحل عند الليل كانت انقلاب سيارة، وفي حالة ثانية كانت مدخل عرفات من طريق المغمس كانت حالة دهس. الحمد لله تجاوب معها الحالتين هذه الإسعاف الجوي، وتم نقل الحالتين إلى مستشفى النور. يعني والله الحمد
نتمنى لهم الصحة والسلامة إن شاء الله. وضعهم الصحي الآن جيد أم أنه خطر؟ الحالة اللي هي من فريق الساحل الحمد لله الوضع إن شاء الله جيد، موجود الآن في مستشفى النور من الأخوة المقيمين، جميع الحالتين من الأخوة المقيمين. الحالة الثانية شوي الوضع يعني كان حرج والآن هو يعني يرقد في مستشفى النور. نعم. طيب كيف يعني ودي تعطينا بس معلومات عن الإسعاف الجوي في الهلال الأحمر السعودي، كم عدد الطائرات، إيش الجديد فيها هذا العام؟ عدد الطائرات المشاركة السنة هذه في موسم الحج 6 طائرات و6 طائرات العاملين عليها 24 طيار وتقريبا 40 طبيب ومسعف وما يقارب 8 فنيين. هذا عدا الأخوة الإداريين والمساندين والتموين. نعم. أنتوا خطتكم إنه الضغط العمل راح يكون في عرفة ولا في ميناء أكثر؟ الحقيقة الضغط يعني يبدأ من يوم 8 إلى يوم 13، فالضغط متواصل سواء في عرفات أو في ميناء. وكذلك يعني عندنا خطة ثانية اللي هي يوم 13 و14 اللي هو تحرك السيارات والباصات سواء للمدينة المنورة أو إلى مطار الملك عبد العزيز جدة. هنا تتحرك الطائرات اللي موجودة الآن في عرفات، تتحرك إلى مهبط الطيران الهلال الأحمر بالشميسي، وكذلك إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة. نعم. عموما أنا أشكرك كابتن عبد الرحمن الخضير على هذه المعلومات، منها لكم التوفيق إن شاء الله. أستاذ جاسم أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بخير. شكرا لتلبية الدعوة. أنت طبعا متابع لمواسم حج عديدة، يمكن غطيت في فترات، لما تقارن ذيك الفترة بالآن كيف تشوف أو كيف تقيم الأداء لكل القطاعات الحكومية الموجودة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ومسى عليك بالخير أخوي علي وعلى السادة المشاهدين المتابعين لبرنامج يا هلا عبر روتانا خليجية، وأقول لكافة الأمة العربية والإسلامية كل عام وأنتم بخير جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج هذا العام كل أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى أهلهم وديارهم إن شاء الله بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى. أما ردا على سؤالك أخي علي، خلني أرجع بالذاكرة إلى سنوات قديمة قد تكون قبل 35 سنة. كانت الحجة الأولى بالنسبة لي أو أكثر من ذلك. حينما أقارن تلك الحشود في ذلك الوقت وبين حشودي حج هذا العام أو الأعوام التي قبلها لا توجد مقارنة. نحن اليوم نرى ما يقارب من 3 ملايين حاج في تلك المناطق الصغيرة. نعم. سواء كانت في مشعر منى أو مزدلفة أو عرفات، كيف يمكن لهذه المساحات الصغيرة أن تستوعب هذا الحشد الهائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في فترة محددة بالمكان والزمان؟ تستعجب يا أخي علي، في السابق كانت الأعداد لا تقل يعني عن المليون، 1,200,000، لكن الآن أنت تتكلم في كل موسم يزداد العدد. ومع ذلك فالحكومة السعودية ممثلة في الجهات المختصة والمسؤولة عن الحج وأمور الحج والحجيج هذا العام بالتحديد حاولوا تخفيض الأعداد بالنسبة النسبة التي مخصصة للدول العربية والإسلامية بسبب التوسع في المشاريع التي تزداد يوما بعد يوم في جميع المشاعر المقدسة. لا توجد مقارنة لا من ناحية الأعداد ولا من ناحية المشاريع ولا من ناحية التخطيط ولا من ناحية الخطط المستقبلية. الآن تصور ذلك القطار المتحرك الذي يستوعب ما يقارب من 85,000 حاج في الساعة. نعم. وكذلك انظر إلى رمي بعد الآن طاقة الساعة اكتملت 500,000 أيضا. نص مليون يعني ينقل 500,000 المجموع مع كل ساعة، مع عدد الساعات يعني
تقول الحمد لله رب العالمين أن هناك اهتمام شديد جدا من الجهات المختصة، ورغم وجود بعض الثقرات ووجود بعض القصور، وهذا طبعا يعود إلى كثرة العدد والازدحام الشديد. يعني أنا اليوم أتفرج من بعد صلاة الفجر تقريبا وأنا أشاهد حركة توفيج الحجاج من مشعر منى إلى عرفات في الساعات الأولى من الصباح، ومع ذلك في ازدحام، كل يحاول أن يصل إلى جبل الرحمة، بينما عرفة كلها موقف، عرفة كلها مكان، ومع ذلك يتزاحم الناس. بس أعتقد أنه حتى وعي الناس شوي يتطور عن كثير علي. كثير حبيبي، من المؤكد أن, 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 أن الناس بدأوا يعود، ويعود السبب إلى الجانب التثقيفي والتوعوي التي لا يمكن كمان العلماء شوي يتطوروا. هذه نقطة مهمة جدا. يعني في السابق كان العلماء جزاهم الله خير وجعل كل ما يفعلون من أقوال وأفعال في موازين حسنة كان لهم دور، سواء العلماء في المملكة العربية السعودية أو حتى العلماء في الدول العربية والإسلامية الأخرى، يقومون بدور جبار جدا في تثقيف وتوعية الناس. الوسائل الإعلامية حتى لها دور كبير. نحن نحتاج أيضا إلى وسيلة إعلامية مرئية تخاطب الناس باللهجاتهم بلغاتهم، أنا أقصد متعددة اللغات، سواء اللغة الأندونيسية أو اللغة النيبالية أو اللغة الهندية أو اللغة يعني مختلف اللغات، حتى يفهموا بالضبط ما هو الحج. في ناس كثيرين، أنا أعجبتني بعض البرامج التي تقدمها، واسمح لي لو ذكرت اسم القناة. لا بالعكس، يعني الجزيرة الوثائقية. يا أخي يجيب لك قصة الحاج الذي يحاول المستحيل أن يوفر ذلك المبلغ حتى يتم حجه، صحيح، يجد صعوبة في توفير المبلغ. احنا محتاجين الى هذا النوع، يعني بدل ما اسال ايش رايك في التنظيم، ايش رايك في الاستعدادات، ما احنا تعودنا، هذا واجب المملكة العربية السعودية ان تقوم من دون ما تسالني ايش رايك، ما رايك، السؤال هذا متكرر سنويا. يا اخي خلني اسال هذا الحاج اللي جاي من الشرق ومن الغرب ومن الشمال والجنوب، شلون وفرت ذلك المبلغ علشان تجي الى الحج. بينما في ناس كثيرين يمكن عندهم ملايين ملايين حتى الآن ما فكر بالحج، يقول تو الناس تو الناس قدام، ما نبغى نطلع على الموضوع حبيبي علي. نعم، لا عموما هي شوف، هي طريقة العمل بطريقتين، سواء القصص الإنسانية أو متابعة ما تقدم، كلها تمشي. خلنا نتوقف مع فاصل فضل. ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، احنا اليوم يوم عرفه، سعداء بانه مر على خير ان شاء الله كل الايام. اوضح قائد الدفاع المدني بمشعر عرفات العميد عبد الرحمن الزهراني انه تم اسناد قوه الدفاع المدني بالمشعر بوحدات من قوات الاسناد الطوارئ ابتداء من صباح يوم عرفه، اضافه الى انتشار رجال الاشراف والوقائي والحمايه المدنيه في عده مواقع داخل وخارج مسجد نمره للتعامل مع المخاطر المحتمله نتيجه الزحام في اوقات الصلاه الظهر والعصر، وكذلك الزحام المتوقع في محيط جبل الرحمة نتيجة محاولة عدد كبير من الحجاج الصعود إليه، وأكد أن الأمور سارت بشكل مطمئن منذ صباح اليوم، ولم يحدث ما يعكر صفو الحجاج والحج أو يهدد سلامة الناس هناك. ولعل هذا الوعي اللي تحدث عنه الأستاذ جاسم، أنه وعي الناس يجب أنه يتطور، إذا كان في فسحة من الأمل أو فسحة من الفتوى، وبالتالي يجب أن تستثمرها الناس حتى ما يكون في تكدس في مناطق معينة. سنوات تمر، عدد الحجاج تزيد، في محاولات من الدولة، يعني اليوم رمي الجمرات لم يعد أمرا صعبا مثل ما، وفي مشقة الآن أصبح أمرا هينا، نتكلم عن 5 طوابق، نتكلم عن طرق كثيرة، لكن أمضينا الحقيقة وقت طويل لين تم الموافقة على فتوى تجيز ذلك. فأحيانا المشكلة ليست فقط التأخر في التنمية أو في الأفكار، بقدر ما هو أيضا تكون في مشاكل فكرية. الحمد لله اليوم تجاوزناها، لأنه إذا غلبوا الناس فقه المقاصد تكون نتائج جيدة. ولست أنا المخول الحديث عن هذا الأمر، يعني بمفتي، لكن أنا أقول لك كيف أخذنا فترة طويلة، والحقيقة كان
مركز معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج دور في هذا الامر. نعم هو الاشكاليه، شوف علي، الاشكاليه ليس في التثقيف ولا في التوعيه ولا في الوسائل التي تثقف وتوعي الناس، مشكله حتى في كثير من الحجاج اللي يعني ما اقدر اقول انهم غير قادرين او غير قابلين لاي فتوى او تثقيف او توعيه، لكن ناس جايين يقول لك هذه فرصه العمر يمكن ما تتكرر ان تحصل معي، فتلاقيه من الصعب جدا انه يتقبلها، فخلاص هو يبغى يصعد هذا الجبل بيصعد هذا الجبل بالقوه. يعني زمان انا اتذكر، برجع على سؤالك الاولي، كانوا الناس بعض الجنسيات من دون ما احددها يتكاتفون ويمشون زي كانهم داخلين معركه صحيح. الكتف بالكتف يضايقون الناس اللي خلفهم والناس اللي في الجانب اليسار واليمين وفي نفس الوقت اللي امامهم. العمليه هذه ما راح تتوقف عليه ابدا، ما راح تتوقف، لان مثل ما قلت لك قبل شويه المساله ان الناس جايه تحج، وخصوصا اللي جايين من الخارج، هذول من الصعب جدا انك تسوي سيطره على مشاعرهم، سيطره على تصرفاتهم، من الصعب. انا اشكر كل القائمين الذين يعملون في مجالات مختلفه مع هذه النقله النوعيه التي حدثت في تسهيل الحج والحجيج، لا من ناحيه الاسعاف الطائر، لا من ناحيه توفر الخدمات المساندة، حركة المرور، الدفاع المدني، المستشفيات المتنقلة، الوحدات الصحية، يعني أمور كثيرة توفر من جانب الدولة، لكن يبقى عامل التثقيف والتوعية. هذه مشكلة الحقيقة تحتاج إلى وقت، وحتى وإن عولجت لا يمكن السيطرة عليها بسهولة عالية، لا يمكن. نعم. صعب. استاذنك معي الدكتور صلاح المزروع، وهو وكيل وزارة الصحة للشؤون الامداد والشؤون الهندسيه ورئيس لجنه التموين الطبي والتجهيزات. دكتور صلاح، اهلا وسهلا بك، يعطيكم العافيه على الجهود اللي تقومون فيها. ما هي اخر التطورات فيما يتعلق بعملكم؟ حياكم الله وشكرا جزيلا على المداخله، واشكر اذاعه روتانا. الحقيقه وزاره الصحه قامت زي كل عام باضافه اضافات جديده الى هذا الحج، والحمد لله زي ما تفضلت قبل شوي ان هذا الحج الحمد لله لحد الان حج امن وناجح بكل المقاييس والحمد لله. الاضافات اللي اضفناها هذا السنه هي اضافات جديده، ووزاره الصحه كل سنه ما شاء الله لها اضافات. من ناحيه الادويه الحمد لله احنا اضفنا 1896 صنف من اصناف الادويه واللوازم لهذا العام كاصناف للمراكز الصحيه. تم تجهيز 133 بند من الأدوية، وهذه فقط للمراكز الصحية المنتشرة داخل المناسك. جهزنا تقريبا 8 مستشفيات بمنى وعرفات، وجهزنا كذلك 97 مركز صحي، منها 46 في عرفات و24 في منى و7 في مزدلفة و3 في منطقة المجزرة و16 في الجمرات في الجسر. كذلك لا يفوتني أن أذكر أن إدارة التموين الطبي الآن، إدارة التموين في وزارة الصحة لها سيارات متحركة كبيرة تعتبر من التموين الطبي المتنقل، التي تقوم في إسناد جميع المراكز الصحية وقت الزحمة، بحيث تقوم فريق تمويني متحرك لمتابعة أي دعم لأي بنود تحتاج هذه المواقع، وتوريد البنود لها بسرعة من هذه السيارات القريبة من المراكز الصحية. إدارة التموين قامت كذلك بتجهيز أكثر من 85 سيارة إسعاف عادية و50 سيارة إسعاف صغيرة بأكثر من 107 صنف من بنود أدوية إسعافية أو لوازم إسعافية خلال تواجدها بالميدان في هذه المناطق. عندنا كذلك عيادة طبية صحية في بالمعيصم، وكذلك أقدر أقول لك أنه الإضافات الجديدة اللي أضيفت هذا العام هي ضربات الشمس. نعم. الحمد لله هذه السنة أضفنا نوعين من أنواع أجهزة ضربات الشمس. النوع السابق اللي كان بالسنوات القديمة ويستعمل الماء والتبريد بالماء، وهذا نوع قديم وعفى عليه الدهر. اليوم السيارات المتحركة والتي تكون سيارات صغيرة قريبة من المناسك يكون فيها بلانكيتات باردة وصلت من ألمانيا خاصة لتقليل ضربات الشمس في الموقع، بحيث الحاج بدل ما تنقل إلى المستشفى
يستخدمون لهذه البلانكيتات اللي في تنزل درجة الحرارة نزول سريع، مما قد يقوم المريض في لحظته ويتشافى ويعطى له سوائل بدون أن ترسله للمستشفى. وهذا النوع من أنواع البلانكيت هي نوع متطور لضربات الشمس القريب من الموقع الإسعاف المتنفس. كذلك أضفنا أكثر من 15 جهاز جديد، وهو جهاز لضربات الشمس يستخدم بالوريد. هذا النوع من الأجهزة لضربات الشمس الوريدية هي أجهزة تستخدم للحاج اللي يدخل في غيبوبة من ضربات الشمس، تستعمل فيه إدخال الوريد، ثم بعدين تعطونه غسيل للدم، قصدي تبريد للدم عن طريق هذا الجهاز، بحيث تخفض درجة حرارته في أقل من نص ساعة إلى درجة أن يكون على ستيت سايد. حقيقة في كثير من الأشياء أنا ما ودي أخذ يعني من وقتكم الكثير، الوزارة فيها كثير من الأشياء أنا بودي أتكلم عنها. ركبنا أجهزة أشعة مقطعية الآن في مستشفيات كانت لا يوجد فيها، اللي هو السيت سكان والأم آر آي، مثل مستشفى شرق عرفات بطاقة استيعابية الآن موجودة ب 236 سرير، فيها 50 عناية مركزة و30 سرير طوارئ. وهذا طبعا هذه أول مرة تنطلق هذه الخدمة بالحج لهذه المستشفيات. هذا تقريبا أقدر أقول جزء من الأشياء اللي ما ودي أنا أخذ الكثير من وقتكم، لكن تفضلوا إذا في سؤال آخر. نعم حقيقة لا إحنا نشكرك، بس يبدو لي في إضافات جديدة عن الأعوام السابقة، وأكيد كلها مبنية على دراسات، لكن موضوع ضربات الشمس، هل خطتكم الجديدة شعرتوا من خلال الأرقام اليوم أنها يعني سوت فرق؟ الحقيقة ضربات الشمس الدراسة بدأت من العام الماضي، احنا بدأنا العام الماضي بعشرة أجهزة لضربات الشمس وهي الوريدية. الإضافات الجديدة اللي أضفناها لكي نقلل من انطلاق المريض من الموقع اللي هو مضروب فيه إلى المستشفى، احنا بدأنا هذه السنة نطبقها، بحيث قللنا عملية نقل المريض من قرب في الموقع الحدث إلى المستشفى. ولكن في حالة وجود الآن داخل المستشفى بدأنا نستعمل هذه الأجهزة، واللي نجحنا أننا نزيد فيها العام الماضي حقيقة استطعنا أن نخرج كثير من المرضى الذي كانوا يستخدمون البخاخ الماء إلى المحاليل بسرعة عالية، يعني إقامة المريض لا تزيد عن ساعتين إلى ثلاث ساعات، والمريض يستطيع أن يخرج من المستشفى معافى ومرتاح وبدون أي مضاعفات، مما حدنا أن نضيف حتى ثلاثة أجهزة في المدينة المنورة، وأضفنا جهازين آخرين الآن على العشرة اللي موجودات في المناسك في مكة المكرمة، وهذه إضافة جديدة تعتبر دهن لاستخدام التقنية العالمية في موضوع ضربات الشمس، وهناك تطوير آخر إن شاء الله قريب راح تشوفونه السنة القادمة بإذن الله. نعم شكرا لك دكتور صلاح المزروع، وكيل وزارة الصحة الإمداد والشؤون الهندسية، ورئيس لجنة التموين الطبي والتجهيزات. تعليق على ما سمعت، شفت في أداء الحقيقي كبير، وأنا أشعر أنه الأداء هذا صار مبني على دراسات. نعم. وهذا الحقيقة هذا الأهم، يعني هو تحسب جوانب إيجابية لوزارة الصحة لو أخذنا بس هذا الجانب من الاهتمام الدولة في الجانب الصحي. يعني أنا استمعت إلى جزء بسيط من مداخلة وزير الصحة اليوم أيضا الصباح في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي عن الاستعدادات اللي أمنتها وزارة الصحة، وخصوصا فيما يتعلق بضربات الشمس. وطبيعي علي أخوي ضربات الشمس هذه متوقعة، لأن درجة الحرارة وانت شايفهم اليوم، يعني ما شاء الله تبارك الله الحجاج مع وجود تلك الزخات الخفيفة من المياه الموزعة بطريقة الرذاذ يلطف الجو، لكن تظل الحرارة مرتفعة يعني في ظل هذه الأعداد، في ظل حركة الحجيج. وهنا تقع مسؤولية كبيرة أيضا على عاتق وزارة الصحة من ناحية توفير الخدمات الطبية. لا تنسى أيضا دور الهلال الأحمر السعودي، له دور جدا جدا في المساعدة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل من يتعرض سواء لضربات الشمس أو غيرها من الأمراض التي قد تسبب بسبب ذلك الازدحام الشديد. لكن يظل الأمر أخوي علي أن الحمد لله، يعني مقياسا بما يحدث في كثير من المشاكل في مختلف دول العالم، يظل
نسبة الإصابات متدنية يعني مقارنة بالأعداد، مقارنة بالمجهود الذي يبذل في عملية السير والتنقل من مشعر إلى آخر. أعتقد أن الأمور الحمد لله تسير بشكل هادئ جدا جدا كما يبدو لي حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله ستخف شوي الحركة. الجو أعتقد اليوم أعلنوا في الأحوال الجوية أعتقد أنه يميل إلى التحسن إلى حد ما يعني إن شاء الله. طيب راح نتوقف إحنا مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. ريد الحماية اللي تحتاجينها بدون الرائحة المزعجة. عيش لحظتك مع شاي ربيع. الجمعة الحلوة مع العيلة تزيد قيمة مع برادة القيمة، واللي رايح الدوام أكياس ربيعة تفوقه وتعطيه التركيز التمام. وعشان النشاط والحيوية ربيعة الأخضر يوفر لك هي. ولا ننسى فلة اللحظات عند شباب الشات والبرودكاستات، والجلسة مع الصحبات ولمتهم. وحده ربيع يعيشهم لحظتهم. عيش لحظتك مع شاي ربيع. ريد الحماية اللي تحتاجينها بدون الرائحة المزعجة. أهلا وسهلا بكم حلقتنا لهذا اليوم اللي نغطي فيها أحداث الحج أو نغطي فيها تفاصيل كثيرة. اليوم قلنا في بداية الحلقة أنه أنجز يعني يوم مهم جدا هو يوم عرفة، وهذا يمكن نصف المشوار. أتكلم على مستوى القلق من ناحية أي مشكلة راح تحدث. اليوم صار في تجاوز الحمد لله مزدلفة، الأوضاع جيدة، ويمكن الصور تعبر عن سلاسة، أعطونا يا شباب سلاسة مرورية وحركة الناس، وأيضا ما في أي كوارث. الدفاع المدني تقاريره جيدة. خلنا أعقب على هذا الموضوع اللي قلته، يعني أيضا أنا برجع إلى الوراء كم سنة. زمان علي كانت سيارات الأمن والمرور والدفاع المدني والإسعاف وكبار الشخصيات وسيارات الحجاج من ناحية الحافلات أو السيارات الصغيرة المصرح لها. الآن حدوا من دخول نسبة كبيرة من وسائل المواصلات بوجود القطار، هذه ناحية. اثنين، بتخصيص مواقع مخصصة، مواقف عند مداخل مكة المكرمة من كافة الجهات، هذا حد من زحمة وتكدس السيارات وعرقلة حركة الحجيج في المشاعر المقدسة. هذه كلها وسائل تنظيمية استطاعت الجهات المختصة أن تقلل من حركة تواجد السيارات. صحيح أنه يعني هناك ما يقارب من حوالي 70,000 إلى 75,000 فقط من رجال الأمن والدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر، هذا عدد كبير أيضا، لكن أنت محتاج هذا العدد بالأشخاص وبالحركات اللي تسهل أو بالوسائل اللي تسهل تنقلاتهم. فالازدحام حيكون يعني هو الازدحام، وفي مشكلة الافتراش أعتقد أنه هذا ما يؤرق. هذه المصيبة، الجهات هذه المصيبة، يعني هذا اللي ما في مجال. الأمير خالد الفيصل قبل يوم أو قبل البارحة أعتقد عقد مؤتمر صحفي وسئل في هذا الجانب، مشكلتهم في الافتراش ومو قادرين يحلونها علي، صعبة. الآن خلي بس الافتراش، عندك اليوم أنا لاحظت الباعة اللي يبيعون الخضروات والمياه إلى آخره، تجدهم أنهم منتشرين هنا وهناك، هذين أيضا مسببين زحمة. طيب ليش ما يخصص للباعة ذول جانب، زاوية، ركن، بحيث أنه ما يتواجدون في أي بقعة من في طرق المشاعر، هذين أيضا يسببون زحمة. هي العملية ما زالت تحتاج شوية إلى تنظيم. هي عملية محرجة أستاذ جاسم. يعني أنت تتكلم، لو أنت تقول أي مفترش راح على طول اشيله معه، راح اخلي احد يفترش او عاقب اسوي ايش المشكله اللي تصير؟ اول شيء دائما اللي يطبق القانون يشعر لهذا الحاج
أنه يعني يجب أن يقدر ويكرم، لكن هذا الحاج أيضا لا يستوعب أنه يجب عليه أن يطبق الأنظمة. أضف إلى ذلك هو يقول يا أخي أنا أبغى حج، أنا ما عندي 10,000 ولا هذا عشان أروح حملة. صحيح. أنا وضعي صعب. صحيح. ويبدأ يتباكى ومن حقه يعني يمكن ظروفه كذا. صحيح. وإذا الدولة أيضا اتخذت قرارات حاسمة في هذا الملف، ممكن أحد وسيلة إعلام أخرى حاقدة أو ناقمة. نعم. أو إلى آخره. نعم نعم. دائما تنادي بالتنظيم والتصيدون في الماء العكر. نعم. ثم تأخذ لقطة أو لقطتين. صحيح. أو تهيج. صحيح. مجموعة. صحيح. من المفترشين. صحيح. وتقول إنه إحنا ضد حقوق الإنسان. يعني أنا أعتقد إنه هذا الملف ملف شوي صعب والتعامل معه أصعب. نعم. التعامل معه أصعب. إلى الآن لم يحل في كل موسم لو رحنا هناك غطينا أو حتى من هنا من لا يوجد حل واضح، أو لا يوجد يمكن جرأة في الحل، أو أن المسألة متداخلة زي ما ذكرت لك. نعم. عموما معنا الدكتور عبد العزيز السروجي وهو عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. أهلا وسهلا بك دكتور. موضوع الافتراش فعلا احنا وصلنا إلى مرحلة ما احنا قادرين نحله أم أنه في حلول؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أتفق معكم أن موضوع الافتراش ما زالت مشكلة مقلقة ومؤرقة حتى للمسؤولين بشكل كبير، لكن يعني من ناحية علمية لمعالجة أي مشكلة لابد معرفة أسبابها، وإلا لن نستطيع أن نحلها وسنبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه المشاكل، وقد لا قدر الله تتطور هذه المشكلة إلى مشاكل أخرى بسبب تركنا لهذه المشكلة. أنا يعني متوقع حقيقة من خلال ورش العمل التي شاركنا فيها والأبحاث التي قدمها المعهد، فالمعهد كان له بحث في قضية مشكلة الافتراش وسوء النظافة وغيرها، يعني خلصنا إلى بعض الرؤى المعينة التي ممكن أن تكون منطلقات حقيقة لعلاج مشكلة الافتراش. أولى هذه الرؤى حقيقة هي موضوع لابد أن نقر به ونعترف به، وهو قضية مشكلة الحجاج غير النظاميين. حينما يأتيك حاج غير نظامي لم يجهز له سكن ولا مأكل ولا مشرب ولا مأوى، فحتما ستتوقع أن يكون هناك افتراش، وحتما سينتج عن هذا الافتراش سوء نظافة، كذلك قد يعرض الحاج نفسه إلى مخاطر لا قدر الله، لأنه سيفترش في الطرق أو على الأرصفة ويتعرض إلى مخاطر كبيرة من الغازات، تلوث الغازي وغيرها، وحتى للسيارات، لأنه يجلس في مكان غير مخصص للإقامة. إذن هذه مشكلة أساسية وجوهرية، وهي أنا أعتبرها من أم المشاكل التي تتولد عنها مشكلة النظافة والنظافة الافتراش وغيرها. النقطة الثانية حقيقة التي ينبغي أن نقر بها أو نرى أو يعني نبحث بها بشكل كبير، هو لابد أن نفكر في زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر، وعلى وجه الخصوص مشعر منا. يعني مشعر منا الآن يشكل تحدي كبير جدا حقيقة في زيادة الطاقة الاستيعابية، وما يعني حقيقة وجه خادم الحرمين الشريفين بقضية دراسة كيفية زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء، وما طرح من كثير من المقترحات من قضية البناء وغيرها، وهذا الموضوع طبعا الآن معروض على هيئة كبار العلماء للإفتاء فيه ومدى شرعية يعني الاستمرار في بناء مثلا على سفوح الجبال وقضية الخيام وغيرها. يعني هذا الموضوع الآن لدى هيئة كبار العلماء للنظر فيه وإعطاء الرأي الفقهي فيه، ومن ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الأخرى في الجانب البحثي اللي هو الهندسي اللي ممكن يبحث في كيفية زيادة الطاقة. إذا زدنا الطاقة الاستيعابية، وأنا حينما أقول زيادة الطاقة الاستيعابية يعني ليست زيادة أعداد فحسب، ويخطئ كثير من يظن أن الطاقة الاستيعابية هي زيادة أعداد، لا، وإنما زيادة أعداد يلحق بها إعداد المرافق الكافية لهذه الأعداد، كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الأعداد، منظومة النقل التي تقدم لهذه الأعداد بحيث نضمن أن لا يكون هناك تكدس ويكون هناك ازدحام، وحتى لا نحل مشكلة وتنتج لنا المشكلة أخرى. نعم. الحج منظومة متكاملة ينبغي أن ننظر لها بشكل متكامل وليس جزئي، أي أننا لا نأخذ جزئية ونحلها بدون نظر إلى الأطراف الأخرى والجزئيات الأخرى، وإنما ينبغي أن يكون هناك نظرة شاملة. والحمد لله يعني سمعنا قبل شهرين ونصف أن الحمد لله المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تم اعتماده والله الحمد من مجلس الوزراء ومن المقام السامي، هذا إن شاء الله وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى تحتاج إلى خطط تفصيلية لتنفيذ هذه المشاريع
الارتقاء بمنظومة في كافة الخدمات والمرافق الموجودة في مكة والمشاعر المقدسة. نعم. دكتور عبد العزيز، اليوم أنت تتكلم عن مطالب بفتوى وإلى آخره، الحلول كلها المقدمة يعني يبدو أنها استنفذت أو أنه ما أعطت الفرصة للتطبيق. تحدثت أيضا أنت عن أنه المشكلة في المتخلفين أو المخالفين، لكن أيضا لا تنسى أنه في ناس من سكان مكة سعوديين هم أيضا سبب يفترشون ويدخلون بشكل غير نظامي، أيضا حتى في ناس ممكن يأخذ تصريح ولكن يأتي في نفس يوم عرفة وبالتالي يفترش ما يلقى مكان. يعني ما هي المشكلة في الغير سعوديين الوافدين؟ هذا الكلام صحيح، لكن ما هي نسبتهم؟ وأنت الآن لا تدري من أين تأتيك المشكلة بشكل كبير، والسبب أن تكاثرت المشاكل عليك من أكثر من جهة، أكثر من عنصر مؤثر في العملية هذه، في عملية الافتراس. طالما أنك لا تفصلها وتأخذ كل عنصر على حدة وتبدأ تقدم حل مناسب لهذا العنصر، ستظل المشكلة مستمرة، لأنك لن تستطيع أن تحصرها في زاوية معينة، وبالتالي بعد ذلك تستطيع أن تتعامل مع هذه الزاوية الصغيرة. أنت الآن خليني أقول لك أنت تتعامل مع زاوية منفتحة كبيرة جدا وليست زاوية حادة، ولا تدري من أين تذهب ولا إلى أين تنطلق. فإذا بدأنا نأخذ المشاكل بشكل تفصيلي، نقنن قضية غير النظاميين، نزيد الطاقة الاستيعابية لأن هناك حجاج برضو نظاميين قد لا يجدون الطاقة الكافية لهم. الآن مشعر منا يحتاج إلى زيادة طاقة استيعابية، حتى الحجاج النظاميين يحتاجوا إلى زيادة طاقة استيعابية في مشعر منا حتى يجدون مأوى كافي لهم. النقطة الثالثة ما ذكرته من أهل مكة يمكن أن ينظر له، والمعهد الآن قدم تطور معين بمسمى أو بمصطلح الحج عرفة، وهذا تم توجيه المعهد من قبل الأمارة لدراسة كيفية تخصيص آلية معينة لمن يريد فقط أن يحج ولا يريد إلا فقط عرفة، أما منى ليس بحاجة إلى الذهاب إلى منى. فهذه ستحل مشكلة من مشاكل أهل مكة، خاصة إذا أخذ بالفتوى أن له ليس له مكان في منى وأنه هو ساكن في مكة، فبالتالي سيكتفي بسكنه في مكة، وبالتالي نكون قضينا على هذه المشكلة. بهذا التفصيل وبهذا التحديث أننا نسير فيه نستطيع بالفعل أن نتعاطى مع كل مشكلة على حدة، وبالتالي ستنحل المشكلة. أنت الآن تتكلم على قضية معقدة، لابد أن تفك العقدة هذه بشكل سليم وهادي ثم تحلها واحدة تلو الأخرى. هذه هي الآلية التي أتوقع التي سنصل إن شاء الله فيها بعد نتيجة إلى حل كبير. أنا مؤمن ومقتنع تماما أنه لا توجد مشكلة ليس لديها حل، هذا يخالف أنظمة الله عز وجل وقوانينه في الطبيعة. الذي لا يوجد له حل هو الذي يكون مخالفا للطبيعة، لكن هذه المشاكل صادرة من الإنسان، قادر الإنسان على أن يحلها. قد تبدو في الوهلة الأولى أنه أمر صعب وصعب وعسير، لكننا إذا تأملنا فيه وبقينا فيه فترة من البحث العلمي سنصل إن شاء الله تعالى إلى نتيجة مرضية في هذا الجانب، خاصة إذا اعتمدنا على الجانب البحثي. لا يمكن حل المشاكل إلا باعتماد على هذا البحث العلمي بأهميته في المعالجة، لأن نظرته بعيدة ومدروسة ومقننة في نفس الوقت. نعم، تبغى تعلق؟ تبغى أعلق شوية واسمح لي أخوي علي أخي المخرج بس لو يخلي لي اللقطة هذه اللي راحت قبل شوية عشان أعقب على كلام الدكتور عبد العزيز اللي كلامه كله واقعي ومنطقي. يعني أعطونا بالله يا شباب لو إذا أمكن أخوي المخرج اللقطة، يعني شوف الآن أخوي علي هذه اللقطة، شوف هذا الحشد الهائل من البشر، ما تشوف غير سيارة واحدة أعتقد شاحنة واحدة واقفة وأظن واحدة هناك في الطرف، ما في سيارات، ما في حركة سير، كل هذا مخصص كممشى ممر، ومع ذلك تجد في ناس. شوف الآن من المؤكد لو كان في وايد أنجل كاميرا كان تنقل لك أنه في ناس على اليمين واليسار مفترشين. صحيح. الآن مثل ما قال الدكتور عبد العزيز مشكلتنا كمنظومة خدماتية احنا متكاملين والحمد لله، لكن كمنظومة عقلية بشرية فيها مشكلة يا علي. هذه المشكلة أو أحد هذه المشاكل حجاج الداخل، وأنا أقصد الوافدين أو العاملين المقيمين، بعض منهم من العمالة التي تعمل في الداخل يقول لك هذه فرصة العمر. يا أخي تصور يا علي حتى 7 ذو الحجة الجهات المختصة الأمنية أعادت 60,000 حاج بتصاريح مزورة أو ما عندهم تصاريح. طيب هذول اللي طلعوا لهم تصاريح مزورة شلون يتقبلون؟ شلون يعني تحج؟
إذا كان التزوير في أي وثيقة رسمية يعاقب عليها النظام والقانون. شلون أنت تضحك على رب العالمين وتروح تحج بتصريح مزور؟ ما يصير هذا الحكي. يعني حتى العلماء تعبوا من توجيه الفتاوي، حتى الجهات الإعلامية، حتى الجهات الأمنية، ما زلنا عندنا مشكلة في المفهوم البشري. علي عندنا مشكلة في الافتراش فعلا. طيب شو الحل؟ ما في حل، لا يوجد حل. طيب أنا قبل يومين في أحد الجرائد أيضا أشوف أنه أحد الوسائل للتهريب كانوا يتهربون من خلال الجبال، وبعضهم يتنكر بشخصيات مختلفة وبلباس مختلف، المهم أنه يعدي. من كم يوم في أحد الصحف المحلية بالتركتورات، سواقين التركتورات والبلدوزرات والش يسمونها الشاحنات هذه حقت جرف الرمال، صاروا يهربون الحجاج. طيب يا أخي ما يصير الكلام هذا. يعني يا أما أنك تعاقب الاثنين عشان يتأدبون، لكن مثل ما تفضلت علي أخوي قبل شوية ومثل ما قال الدكتور عبد العزيز، يقول لك هذه فرصة العمر. طيب شلون فرصة العمر وأنت تحج بمخالفة؟ نعم. تصريح مزور أو هروب. ولما تيجي عند الجندي الأمن أو الأمن يتعاطف معه فعلا، في بعض الجنود نعم يتعاطف. نعم يتعاطف صحيح. نعم. هذه يعني احيانا التعاطف يكون مشكله. صحيح. شكرا لك دكتور عبد العزيز السروجي، احنا راح نروح فاصل ونعود لكم بعدين. اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لهذه الليله. ايضا ودي نتكلم عن تقييمك لأداء مشروع الإفادة من الأضاحي. هل تتوقع أنه راح يكون له دور في التيسير على الناس؟ مثلا تعرف المواشي السنة هذه في ارتفاع كبير في الأسعار، ارتفاع شديد جدا، فتوقع أنه يكون له دور في يعني في خلق يعني حلول أخرى للناس السنة هذه؟ وشوف مشكلة الأضاحي أيضا هذه من ضمن الأشياء اللي الحقيقة مؤثرة على 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 الوضع المحلي بالنسبة للمواطنين أو حتى المقيمين أو حتى القادمين للحج. لكن يقول الحجاج يمكن تجد لهم يعني طرق من خلال الجهات المسؤولة عن توفير المواشي، أو يكون هناك سعر محدد لهم خلال كوبونات أو شيء من الكلام هذا. لكن بالنسبة للغير الحجاج اللي يبغى يضحي، أخوي علي أسعار خيالية وصارت تصنف الآن بالدرجات، يعني يصل إلى 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 2500 ريال للرأس، والوسط الحجم الوسط ما بين ألف، هذا اللي قريته اليوم في أحد الصحف المحلية، ما بين 1300 إلى 1500، طبعا أنواع محددة من دون ذكر أسماءها. يمكن الصنف اللي ها يعني درجة ثالثة مثل ما يقولون يصل سعره إلى ما بين 800 إلى 1000. الخوف أنه يرتفع أكثر من ذلك، وصار في تنافس حتى يعني التنافس عند الباعة، فصار الواحد فيهم يحاول قدر الإمكان يروج للماشية إلا عنده بأي طريقة كانت. حتى وإذا جيت تسأله قال والله أنا شاريه بالسعر الفلاني وأبغى أترزق من وراء أو أستفيد من وراء على الأقل 10%، لكن الواقع أنها أكثر من 10%. يعني أيضا برجع للصحافة المحلية، أنا متابع الحقيقة من وقت لآخر المواشي التي استخدمت من الشام. أحد المستوردين من الشام إيش قال؟ قال سعر الرأس المفروض لا يتجاوز 900 ريال، بينما الآن واصل إلى 1500. هذا اللي وزن الوسط، واللي أكثر من الوسط يصل إلى 2500 ريال. يعني إذا أنت بغى تضحي ضحيتين على سبيل المثال، واحدة لوالدك ووالدتك على سبيل المثال زين، وواحدة لزوجتك وعيالك، يعني أنت مطالب الآن توفر ما بين 3000 ريال إلى 5000 ريال. هذا إذا أنت من تناول إلى 6800 إلى 7000. نعم توصل. لذلك لابد إيجاد حل، لابد أيضا تدخل الجهات المسؤولة عن هذا الجانب بتحديد الأسعار. نعم. يعني هو ما هو شوف يعني في مشاكل في موضوع اللحم كثيرة، بس مو وقت الحديث عنها. خلينا نروح نشوف المملكة العربية السعودية اليوم، أو نشوف أبرز المقالات الصحفية اللي الواردة في صحافتنا اليوم، نتابع.
المقال الأكثر قراءة من صحيفة اليوم للكاتب محمد العصيمي بعنوان سقوط العريفي في حفرة الكويت، يقول: بعض وعاظ هذا الزمان انتقائيون، ولذلك تجدهم دائما وأبدا يردون على من يخالفونهم الرأي بأنهم غير ذوي اختصاص، وقد يتحولون فجأة إلى رويبضات. أما هم حقهم أن يتحدثوا في كل شيء من إبرة الطبيب إلى عرش الحاكم، وليس لأحد أن ينكر عليهم أو يناقشهم. ولذلك حق للكويت العزيزة وأهلها، بل حق لأهل الخليج كلهم أن يغضبوا من تغريدة محمد العريفي التي لم تخلو في مضمونها من أجندة إخوانية، حين قال إن من خرج بسلاحه على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله، فكيف بمن يطالب سلميا ضد إمام غير جامع لشروط الولاية؟ ويكمل الكاتب: هنا يجب أن نتوقف ونسأل العريفي عن هذه الشروط التي لا يراها تنطبق على أمير الكويت، وهل ستسري هذه الشروط فيما بعد لتشمل كل حكام دول الخليج؟ هو لم يقل لنا ما هي هذه الشروط، ولا ما الذي دفعه فعلا للوقوع في هذه الحفرة السياسية العميقة. هناك طبخة إسلاموية إخوانية تفوح رائحتها في أكثر من دولة من دول الخليج، وعلينا أنظمة وشعوبا أن ننتبه لهذه الطبخة قبل أن تقع الفأس في رؤوس الإصلاحيين. ويختم العصيمي: الشيء الوحيد الذي سيفوت الفرصة على أجندات إخوان الخليج هو أن تستجيب الحكومات لمطالب الإصلاح الشعبية التي بادت معروفة ومتداولة في الإعلام. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتب علي الموسى بعنوان أرقام من ميزانيات الصحة، أأمل صباح اليوم أن يستقبل الإخوة الكرام في وزارة الصحة أسئلتي بصدر واسع مفتوح يهدف إلى الجواب على أسئلة المواطن. يقول: سأكتب أولا أن إحصائية الفردية التي تقبل الصحة مثل ما تقبل الخطأ تقول أن الوزارة استقبلت من ميزانية المال العام ما يقارب من 151 مليارا خلال السنوات الخمس الأخيرة، هذا عدا عن مخصصات إضافية من الاحتياط العام لمشاريع المدن الطبية بقرار سيادي. تقول معلومات الفردية البسيطة أن 40% من السكان أيضا لا يتعالجون في مشافي وزارة الصحة، لأن الرقم النسبي آنفا يعالج في مستشفيات القطاع الخاص وفي المشافي العسكرية المختلفة. يكمل الكاتب: سأكتب ثانيا أن وزارة الصحة وبأوراقها الرسمية تقول أنها تعالج البقية من النسبة المئوية التي تشكل 60% من عدد السكان. سأكتب أن عدد الشباب من هذه النسبة نفسها وبالإحصاء الوطني يشكل شريحة كبرى تصل إلى 70%، ومن المنطق أن نكتب أن هذه النسبة الكبرى من عدد السكان لا تحتاج مستشفيات وزارة الصحة إلا نادرا وفي الحالات الطارئة. وبعد هذه الأرقام يبقى السؤال: كم بقي لوزارة الصحة من السكان على قائمة العلاج؟ وكيف يمكن بعملية حسابية تقسيم 151 مليارا على نسبة من أبناء الشعب هم من يستفيد بشكل مباشر من مخصصات وزارة الصحة، ومن الرقم الملياري المئوي بعاليه لميزانية وزارة الصحة في خمس سنوات؟ تقول إحصائيات الفردية البسيطة أن الوزارة صرفت ما يقارب 30 مليارا على بنود المشاريع والتشغيل والصيانة. ويختم الموسى بسؤال: كيف ذهبت بقية المليارات المصروفة مباشرة على العلاج السريري والإكلينيكي؟ رغم اعترافي بفردية هذه الحسابات أنا أتحدث عن 120 مليارا في خمس سنوات. ثم أتحدث عن عروض شركات التأمين حين تقول ذات أرقامي أنها باتت خيارا أوفر وأذكى وبنصف التكلفة، فيما لو قررت الوزارة إسناد علاج المواطن بهذه المليارات إلى تأمين صحي شامل وبالبطاقة البلاتينية وبالقسمة الرياضية البحتة أكملوا هذه المعادلة. 120 مليارا على 60% من السكان، ثم أقسم الناتج على 40% من المستفيدين المباشرين من هذه الخدمة. إذا ما ضربت الحمى هذه الأرقام، وضربت هذه الحمى أيضا ذات الشرائح. التعليق الأبرد جاء من محمد إسحاق، يقول: ربما حان الوقت لخصخصة الخدمات الصحية بالكامل، وبحيث تدفع الدولة فقط لإسناد هذا القطاع أو للتأمين الطبي على المواطنين الموظفين في الحكومة. قطاع الأعمال دائما هو الأفضل. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الحياة للكاتب عبد العزيز سويد بعنوان الجمل البترولي، يقول: ارتفاع تكلفة الحج في الداخل للشخص الواحد قضية خطيرة ومؤسفة، ويجب الوقوف أمام هذه الظاهرة بحزم. أصرت وزارة البترول على توسيع صدورنا في العيد، الوزارة طالبت بمنع تصدير الإسمنت. أتفق مع الوزارة الموقرة، أعجبني اهتمامها بإيقاف تصدير السلع المعانة ما دام السوق في حاجة إليها، لكني أذكر الوزارة الموقرة بقضية الشركة التي لهطت المشتقات البترولية المعانة لأكثر من عقد من السنين. ماذا فعلت الوزارة بها وبقضيتها؟ هل أوقفت التعامل معها وغرمتها واستردت قيمة الملهوط؟ إذا كان الأمر كذلك فلما لم يعلن؟
وإذا كان غير ذلك وهو الاحتمال الأقرب فهو لا يعني سوى أن الجمل البترولي لا يرى عوج أنابيبه ويختم سويد. أبارك للأستاذ عبد الرحمن الهزاع توليه هيئة الإذاعة والتلفزيون. جمع أبو ياسر بين البهنية وحسن الخلق، وإذا ما توفر للهيئة الدعم وتم التسريع بترتيباتها الإدارية والمالية أتوقع أن يحدث حراكا في الإعلام الرسمي يتجاوز طابع الرتابة، وأسأل الله له التوفيق. إذن نبقى في المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام. نتابع. تسعة فاصلة واحد مليون من جميع الجنسيات زاروا دبي خلال عام 2011. 55% نسبة سياحة السعوديين في دبي من الخليجيين. 5 ملايين رحلة سياحية تستقبلها المملكة من الخليجيين والكويت والإمارات الأكثر زيارة. 27730 صرافا ونقطة بيع لمواجهة الصرف الآلي خلال إجازة العيد. 400 طلعة جوية لتغطية أجواء المشاعر أمنية. 7 ملايين رسالة نصية لحث الضيوف على التعاون مع العمال. 10 مطوفين كفت أيديهم وستتم محاسبتهم للتحقيق في قصور أدائهم لمهامهم. 450 محررا ومصورا ينقلون شعيرة الحج إلى العالم. 3 مراكز إعلامية وفرتها وزارة الثقافة لتمكين الإعلاميين من تغطية الحج. 100 مليار ريال قيمة المشاريع التنموية في المياه والطاقة. 300 ريال لتهريب الحجاج من أبي ذر في المدينة إلى ميناء. شكرا لك أستاذ جاسم العثمان على حضورك معنا، وكل عام وأنت بخير. وأنت طيب إن شاء الله. وأنت طيب إن شاء الله. شكرا لكل من شاهدنا وكل من خصص جزء من وقته لمتابعتنا. ألقاكم غدا، وكل عام وأنتم بخير.